خرف يعني حج وحج ورجع، وعندما رجع تتعرف أحسن، يستقبل الناس المطاعم الحلوى والزغاريد والمهم، وتعال إلى المكان الذي فيه بالسيارات تدفعه كذا، ثم الزردة نعم، ثم غير الأحلى التي على البيت يكتب عليها الحاج. فبعد أيام لقي مسعود وقال: يا حسن، السلام عليكم. ما رد عليه. يا حسن، يا حسن، انت تخاف من دماء، قال: ما بك انت حسن؟ نعم. سبحان الله، ادفع 25 مليون، ادفع 25 مليون او 1000، واصنع 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 زبده واصنع كذا وغير اللاحق البيت، وبعد هذا تقول لي حسن؟ انا الحاج حسن. يعني دفع 25 مليون حتى غير اسمه بس، حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابه رضوان الله عليهم، وحج السلف، ولم يقل واحد منهم الحاج محمد صلى الله عليه وسلم. بالله فيه. ها؟ تغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال الحاج. هذا هي السمعة. واليوم يخرج البعض بالكاميرات عند الطواف، خذ جزاك الله خير، الله يكتب لك الاجر، صور لي انا افصل الاولى، صور عند الحجر الاسود، كيف تصنع الاولاد، الصور كلها موجوده، ارسلها لكم شيئا فشيئا، وداعيت لكم عند كذا وعند كذا وعند كذا وعند كذا. إذا حججت بمال أصله وسحته فما حججت، ولكن حجج العلم.